السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا التاتش بتاع الداني ده بايظ زي ما احنا شايفين كده، الجزء اللي هو عليه التاتش، الصورة بتاع التاتش انكسر، فاحنا جبنا واحد جديد اهو، هنشيل ده ونركب ده، نحط على ورقة متوفرة موجود، يعني مش لازم ان انا اغور الداني عشان اغير التاتش بتاعه. هنحل ده، نحاول نحل واحدة واحدة كده. طبعا انت بتلاقيش مكان تمسك منه، طبعا فك ده كده واحدة واحدة كده، ايه ده بقى واحدة واحدة كده معاك، وتحاول بعد كده ايه تحله بايدك هيطلع معاك. هو السن بتاعه كبير شوية، وطبعا هو سيليكون من الداخل وهو سمنتو، مش هيحتاج ان هو يتحط له حاجة.